تعرف لو نزلنا الشارع وسألنا الناس ممكن نتعرف تفتكر هيقولوا ايه؟ حد قالك ممكن نتعرف موقفك يبقى بالجملة دي؟ مواقف زبالة يعني، ما على حسب بقى، لو حلوة هوافق، لو وحشة مش هوافق. عادي جدا ما نتعرف، ايه المشكلة؟ لا بلوك الصراحة. شرط في الشارع؟ لا بلوك، لا سيبها وامشي. الكلمة دي من الالفينات او التسعينات تقريبا. يا سلام، ده يوم المنى، يا ريت. ما تعرف شو اللعبة دي يا بابا؟ هاتش فاضي تعرف عن النت، انا فاضي. ماشي قشطة نتعرف يعني. هقول له عادي ماشي. هقول له ايه يعني؟ على حسب مين يعني؟ ما تعرف. او بنت يعني هسيب الفرصة. ما تعرف. تعرف حد قبل كده؟ لا لا، انا ما بحبش اقول لحد تعرف، هم اللي بيقولي. ما عكست اقسم بالله قبل كده، عمري ما عكست. اكيد لا. كانت عارف يعني حاجة. كانت عارف. ماشي، ايه المشكلة؟ عادي يعني. قلت الله احنا هدد. ايوه قلت. أربعة. كتير لما أربعة. نرد فعل ايه؟ ما تردش عليا أصلا. لا يعني الأحباب كتير يعني، ممكن صديق، صديقة، حد مثلا قريب ليا. لا هو أنا بخش بطلعة تانية خالص يعني، مثلا ممكن ناخد من وقتك دقيقة، ممكن أتكلم معك دقيقتين. ليه خلقة تعكس يعني؟ خلينا سرعة. خلينا سرعة. مرة واقف ولقيت مزة في الشارع جنب الدور، العربية بتمسكني من هنا كده، تقول لي الله إيه الأمر ده؟ وكان موقف معايا يعني عادي، ممكن تعمل نفسك مش شايف. مثلا بلاقي عندي على الفيسبوك ناس داخلة بعتة مسجز، ممكن نتعرف يعني. حد زي ده هقول له ايه؟ على الانستجرام اتقال لي كتير. اتعرف عادي يعني، كلمه زياده وظبطت نفسي، فكان يعني ويلكم جدا بالنسبه له الموضوع يعني. يا عم جرب. اجرب ايه؟ تجيب الخطوه ولا اكر الباقي؟ عادي انا اكر والله يا شمس. في كذا حد يدخل يقول لي ممكن نتعرف، ساعات اعمل له بلوك، ساعات ما ردش عليه. ممكن نتعرف؟ حد قالك ممكن نتعرف ولا ايه؟ في يعني انا اقول لك حد قالك ممكن نتعرف؟ ايه اخش اسال بس اي حاجه. لو ده يثبت لك ان اصور ولا ايه؟ حد قالك قبل كده ممكن نتعرف؟